مربة الفراولة. محدش فينا ما بيحبش مربة الفراولة، كبار وصغار بيحبها. النهاردة هنعرف طريقتها بالظبط والتكات بتاعتها وازاي تطلع نفس القوام بتاع الجاهزة. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي. اول حاجة احنا معانا كيلو من الفراولة، حطينا عليهم نص كيلو من السكر وقلبناهم وسبناها ليلة كاملة في التلاجة. بعد ما طلعت تاني يوم هتكون نزلت المية اللي انتوا شايفينها دي. هنرفعها على النار وندخل عليها الحرارة العالية، ومنين الآخر بنقلبها. وأول ما بتبدأ تطلع ريم زي ما انتوا شايفين كده، أنا بشيل الريم ده كله وبرميه، لأن الريم دوت بيأثر من عمر الفراولة في التلاجة، فبشيله وبرميه. بفضل اشيل الريم لحد ما يكونش فيه ريم خالص في الفراولة. زي ما انتم شايفين كده هوت، انا بشيل اي ريم يطلع منها. واهم حاجه برضو البطرمانات اللي احنا هنشيل فيها المربى يكون ناشفه خالص، ما فيهاش نقطه ميه ومتعقمه بميه سخنه، عشان تقدر برضو ان احنا نحافظ على المربى اطول وقت ممكن. وكده بعد ما الريم خلص من خالص منها وبدات تغلي و حجمها وصل للنص، هنزل بعصرة ليمونة عليها. الليمونة هنا دي تعتبر مادة حافظة للمربى. وهديها غلوة مع الليمونة وعشان نعرف ان المربى بتاعتنا استوت. لما بنقلبها بالمعلقة ونعمل بايدينا كده وما لقيناهاش رجعت، يبقى هي كده استوت. عايزة فيها القطع زي ما هي بتسيبيها، عايزاها تبقى زي ما انت شايفاها كده، اديها ضربة بالهاند بلندر وبعد كده عبيها، ولما تبرد خالص بتحطيها في التلاجة. ولو عجبتكم الوصفة ياريت تفعلوا زر الجرس وتشتركوا في القناة عشان يوصل لكم كل جديد. وشكرا قوي على متابعتكم، مع السلامة.